أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ظهر في الآونة الأخيرة من يقول أن من أكل أصنافا معينة من الخضروات والنباتات بكمية معينة تجعل الوسط الذي ينشأ فيه الحيوانات المنوية ويجعل ماء الرجل يسبق ماء المرأة فيكون نوع الجنين ذكرا، فهل هذا صحيح؟ يسأل أهل الطب، هذا يسأل عنه الأطباء، ما هي الأشياء المنشطة للحيوانات المنوية؟ يسأل عنه الأطباء، عندهم خبرة بهذا. أما الإذكار والتأنيث هذا بيد الله سبحانه، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، لكن قد يجعل الله سببا، قد يجعل الله سببا في النباتات ينشط الحيوانات، الله أعلم. نعم.